تحتاجي اوقاتك استاذ ايمن. اهلا يا حبيب، هل فيك؟ يطول لي بعمرك. مع فاروق درزي من اهلا الامارات، استاذ عم فاروق. بحكيك عبر الطرفان. اهلا استاذ فاروق، هلا يا حبيب، تشرفنا. شو اخبارك؟ تمام، يخلي عمرك بخير ان شاء الله. حبيبي حياكم. انا عم بتصل الى الاردن، صحيح، الى عمان. صحيح حبيب القلب، معلش تعطيني من وقتك شوي. ضروري دائما نحن نبحث عن المتميزين والمتفوقين، وانت واحد منهم. ايمن سماوي، انت انسان مثقف الى اخر درجه ومرف بكافه المواضيع. كل احترام. وبيقولوا عنك توصل الليل بالنهار. هلا بكل الاحوال انا اللي بعرفه عنك انه انت كنت مدير لمهرجان الحيث المعروف. صحيح. وبما انه خبرتك طويله بهالمجال كمان اخترت لتكون مدير مهرجان جرس للثقافه والفنون. صحيح. هلا بعدين بننتقل للمهرجان اللي صار مؤخرا من حوالي اسبوع. مهرجان بدايه، اول كلمه بتحب تقولها؟ اول شيء بقول لك شكرا انك انتم عم تتواصلوا وعم بتتابعوا الفعل الثقافي بالوطن العربي، وهذا الشيء يعني يلفت الصدر، لانه انا بعتقد يعني الثقافه مهم جدا يعني تسلط الضوء عليها بكل الاوقات وكل المناسبات. اللي بقوله انه احنا يعني بالاردن تميزنا بالرغم من الجائحه ووجود الجائحه الكورونا، بانه وزاره الثقافه طرحت اكثر من مشروع عبر منصات التواصل الاجتماعي كان لها الشان الكبير بانخراط معظم الناس بالشان الثقافي وبالمسابقات المختلفة، وكان أهمها مسابقة موهبة من بيتي اللي أطلقتها الوزارة وشارك فيها ما ينوف وما يزيد عن 100,000 مشارك، بالإضافة لأنه دخل على هذه المنصة حوالي 22 مليون، ومعظم الدول العربية أخذت هذه الفكرة وطبقت في فكرة الحجر اللي كانت بداية مرحلة كورونا. أنا أعتقد أنه كثير مهم أنه يكون في تسليط الضوء على الشأن الثقافي، لأنه أنا بعتقد له دور كبير الهم الثقافي وأنا أتحدث عن الثقافة بشموليتها وليس بالثقافة يعني نحكي عن الكاتب وعن المثقف وعن الأديب وعن الشاعر وعن المغني وعن المطرب وعن العازف. أنا بعتقد أنه هذا الشأن من شأنه أيضا محاربة هاي الأفكار الظلامية اللي عم تطلع عنا بالفترة الأخيرة بالمنطقة العربية، وبالتالي التركيز على هذا الشأن الثقافي والاهتمام به أنا أعتقد يضعف هذه البؤر، وإن شاء الله أنه راح ينهيها وتعود دائما البسمة والفرح والتألق لكل أركان وكل يعني مدن وقرى وطننا العربي الكبير. يطول لي بعمرك. عزيزي استاذ ايمن سماوي، قبل ما نحكي عن اجواء المهرجانات ان كان ايام الجائحه قبل الجائحه وخلالها، بس حابين نتعرف عن ايمن سماوي. انت انسان ناجح متالق متفوق، يعني بيقولوا انه بتشتغل ما بتستلم الشغله ما بتتركها الا لتكون 100% عاملها من كل الجوانب بمحاوطتك. عزيزي هيك شخصيه مؤثره بالمجتمع، حابين نضوي عليها، خبرني عن بداياتك، كيف حتى نجحت، كيف حتى صارت الانظار. انت الله عافيك نعمه القبول، هيدا شيء مهم، بس بدي اتعرف عليك من البدايه. اخي انا مواليد مدينه الحيص، هاي مدينه يعني قريبه من عمان، تبعد حوالي 10 دقائق 15 كيلو 10 كيلو عن مدينه عمان. مدينه يعني تمتاز بجمال الطبيعه وبالسكون، و يعني معظم سكانها يعني هاجروا الى الولايات المتحده الامريكيه والاوروبا وردوا رجعوا، وبالتالي يعني بقدر اطلق عليها مدينه يعني ذات تحضر، يعني نقلت وتناقلت الاكثر من شغله ايجابيه من شانها كانت يعني تعمل تنوير وسكر، وأدل على ذلك أنه في هاي المدينة أنشئ أول نادي سنة 1949، يعني يعتبر من أقدم الأندية اللي أنشأت. بدايات يعني إذا بحكي عن مجال، طبعا أنا خريج جامعة اليرموك تخصص إدارة أعمال علم سياسية بسنة 89، لكن أنا بعتقد أول بدايات إلي كانت بهذا المجال هي عندما أسسنا فرقة اسمها فرقة الحيث لحياة التراث، كانت في عام 1982، كانت من الفرق المهمة التي تعنى وتهتم بالشأن
الموسيقى العربية والفلكلور والتراث الأردني، وكان لنا تجربة ناجحة عندما حصلت توأمة وتوافق ما بين هذه الفرقة وفرقة بيروت العربية اللي كان بقوتها بهذيك الفترة الموسيقار الكبير طبعا سليم سحاب. وهذه الفرقة يعني بدأت بال82 واستمرت إلى أن جاء عام 92 وبدأنا نفكر بمهرجان، إنه يعني لماذا هذه المدينة التي تمتلك كل هذه المقومات، لماذا لا نبدأ بتجهيز مهرجان يعني على شاكلة مهرجانات الوطن العربي، لكن تأخذ طابع ثقافي أكثر من الطابع الفني. نعم ومن هنا بدأنا نفكر وأنشأنا مهرجان الفحيص. وهذا المهرجان يعني من أهم ما يمتاز به هو الاهتمام بالشأن الثقافي. عندما نتحدث عن الشأن الثقافي نتحدث عن هذا المهرجان تناول خلال مدة انعقاده اللي هي 28 عام 28 شخصية أردنية لها بصمة بالتاريخ نعم الأردني. تحدثنا عن كل المدن العربية، تحدثنا عن بيروت وتحدثنا عن دمشق وتحدثنا عن القاهرة وعن فلسطين، عن القدس وعن غزة، وعن يعني لم نترك عن دبي، عن لم نترك مدينة عربية إلا تناولناها من خلال ندوات ومن خلال معارض كانت تعرض للتعريف بهذه المدن وبأهم إنجازاتها وأهم موروثاتها الثقافية وغير الثقافية. وبدأ المهرجان يتطور إلا أن يعني بدأنا بعام ال94 أو ال95 استضافة النجوم العرب على مهرجان جراش، وبالتالي بدأ المهرجان يأخذ الطابع العربي والطابع العالمي، وأصبح من المهرجانات المرموقة على الساحة العربية والدولية. أنا كان لي الشرف إني من مؤسسي هذا المهرجان، وعملت كمدير له لأكثر من 15 أو 17 دورة. وبعد ذلك طبعا يعني تم اختيارنا لإدارة مهرجان جرش، هذا المهرجان العريق الكبير اللي كنا طبعا بنعرف طبعا أهميته ودوره بنقل الموروث الثقافي الأردني للعالم واستضافته لأكبر وأقوى، سواء كان الشعراء أو الأدباء أو المفكرين سواء كانوا العرب او العالميين. والحمد لله يعني احنا كان السنه الماضيه اول عام وكانت في مؤشرات نجاح واضحه بشهاده الجميع. وهذا العام يعني انيط لي مهمه اداره مهرجان الاغنيه والموسيقى الاردني الاول. وبتعرف ظروف الجائحه وظروف عدم الالتزام بالشروط الصحيه، الا انه اتمنا الحمد لله بنجاح وبتفوق. وبالعام الماضي يعني أضفنا إضافة جديدة على مهرجان جرش، هي مهرجان السينما الأول لمهرجان جرش، واستضفنا فيه العديد من الفنانين العرب والأردنيين، بالإضافة للعديد من الإعلاميين المتميزين، وحقق نجاح كبير بشهادة كل من شارك بهذا المهرجان. يعني أنا يعني بطبيعتي بحب العمل، بحب يعني ميزة أقبل التحدي، وبالتالي يعني المشروع اللي أنا يعني يناط إلي بحب أكون مشرف على كل تفاصيله. بعض الأحيان بيقول يا أخي هاي التفاصيل ابعد عنها، أنا حريص إني أكون موجود على أدق التفاصيل، ليس عدم ثقتي بالآخرين، على العكس أنا أثق وأعطي صلاحيات كاملة بالعمل، لكن بطبيعتي خلاص عندما يعني يناط إلي بأي مهمة يعني تلقائيا بتواجد على كل كبيرة وكل صغيرة لضمان دائما النجاح التفاصيل كثيره وكبيره. بالضبط. طب استاذ ايمن، يعني اول شيء خليني اقول تحيه كبيره للاعلامي والفنان ورجل الاعمال محمد المدفعي، طبعا هالانسان العزيز الرائع اللي بدي اتذكره. يعني دائما بيختار الاشخاص اللي نحن بنتمناهم، وكنت انت من ضمن تمنياتنا المهمه. كل احترام. كمان بدي وجه تحيه لمايا ابراهيم كمان اللي زودتني ببعض المعلومات، كمان شكرا يا مايا ابراهيم. نعم. ايمن السماوي عندي هون موضوع، خلينا نوصل لمهرجان الاغنيه الاردنيه، صار من حوالي من امتى؟ من كم يوم بالاردن صار؟ في 3 ايام خلص، يعني من 25 شهر كان. نعم، خمسة وعشرين كان بالنسبة للتحكيم
الفنان الكبير إلهام طبعا مصنعي، طبعا وقالوا انه هالمهرجان كان ناجح جدا جدا الحمد وتقدم لله باسلوبك انت الحمد اللي لله دائما معود العالم دائما على الابتكار وعلى صح. الاهتمام بالتفاصيل مثل ما قلت الصغيره والكبيره. خبرني عن هيدا المهرجان وليش عم بيحكوا العالم بشخص اسمه محمود سلطان. اولا انا شهادتي باخوي وصديقي محمد المدفعي، يعني هو صديق وقريب، وهو من الناس يعني الذين يعملون بالصمت لكن يعني بصماته واضحه بالمجال الذي يعمل فيه، فهو صديق واخ. طبعا يعني كان من ضمن اعلام لجنه تحكيم الموسيقار الهام المدفعي، بالاضافه لمجموعه فنانين أردنيين. كنا نتمنى أيضا يكون إلى جانبهم فنانين عرب، لكن موضوع الجائحة وموضوع الحجر الصحي والتباعد يعني، فكان في الفنان أسامة جبور، وكان في الإعلامي رندا عازر، وكان في الدكتور الشاعر محمود الشلبي، وكان في عندنا الموزع أيمن عبد الله. السنة مهرجان الأغنية قدم بطريقة مختلفة. أولا مهرجان الأغنية قدم بأكثر من محور، لم نعتمد فقط على الأغنية المتكاملة. قدمت الأغنية المتكاملة وشارك فيها 42 أغنية، وتم اختيار للمراحل النهائية 10 أغاني، وبالتالي احنا أنتجنا 10 أغاني وأضفناها إلى المكتبة الموسيقية الأردنية. وسنتحدث عن محمود سلطان فيما بعد. أيضا هذا المهرجان هذا العام لم يقتصر عمله فقط على هذا الجانب، أيضا تبنينا مشاريع موسيقية، تم فرز 4 مشاريع وتم دعمها ماليا. هذه المشاريع لموسيقيين مهمين مثل خالد مصطفى، محمد طه، جورج أسعد، دكتور محمد زهدي، يعني تحدثوا بلغة الموسيقى عن مجموعة أشياء. مثل محمد طه إيقاعات الشعوب، يعني قدمها بطريقة رائعة وبطريقة مبتكرة وبتقنيات، يعني استخدم السلم أثناء العزف، واستخدم الطنجرة، واستخدم يعني إبداعات كانت مذهلة، وهذا ينطبق على باقي المشاريع. ايضا هذا العام نكتفي بذلك، تحدثنا او تناولنا مشروع له علاقة بالعزف، وهذه العام كانت آلة المهرجان هي آلة العود، وتم التصفيات، وكان هناك لجان تحكيم، واختير احد يعني الاشخاص من فاز بهذا المشروع. قدم لنا 28 مشروع، وكان المهمات جدا، وتم تصفية بالنهاية على 4 مشاريع. مهرجان الأغنية هذا العام أيضا لم يكتفي بذلك، بل قدم المؤتمر الفكري اللي تناول ثمن ندوات فكرية كانت تتحدث عن أمور مختلفة، من أهمها مثلا واقع احترافية المرأة الأردنية في الموسيقى، الأغنية الأردنية بين الحنين إلى الماضي والواقع الحالي، رعاية المواهب، وموهبتي من بيتي كانت نموذج للحديث، جميل العاص والبزق، عندنا عازف معروف ومهم بالموسيقى الأردنية المرحوم جميل العاص، توفيق النمري أيضا الأشخاص المهمين عندنا تناولنا وتحدثنا عن هذه الشخصية الكبيرة، فرق قدمت للأردن كثيرا وفرق لا تنسى مثل فرقة الفحيص وفرقة النغم العربي أيضا تحدثنا عنها. يعني قدمنا معرض للصور له علاقة ب الفنانين الأردنيين الأوائل، بالإضافة لمعرض لعازفي آلة العود على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى الأردن. يعني قدمنا السنة لم نكتفي فقط بمجموعة أغاني وانتهى المهرجان، والمهرجان تم على 4 أيام وليس على يوم واحد، وهذا يعني ما ميز مهرجان هذا العام وأعطاه صبغة. بالإضافة انه انت بظل هذه الظروف وبظل هذه الجائحة وبظل هذا الفنان الاردني او غير الاردني يعني تعطلت اعماله، بطل في انتاج، بطل وبطل في مصدر للقوت له، يعني اعتقد انه مهرجان الموسيقى والغناء يعني غير انه نجحنا في تفعيل المشهد الموسيقي على الساحة، وغير انه ابرزنا طاقات وامكانيات الشباب للاغنية المتكاملة سواء الملحن او الشاعر او الموزع، ايضا حجم العمل الكبير الذي طال مجموعه كبيره من الموسيقيين والفنانين اللي هم في ظل هذه الجائحه كانوا متعطلين لا يعملون شيء. فانا اعتقد انه هذا ما ميز وهذا ما قدم محمود سلطان. يعني احنا يعني عن محمود سلطان يعني من الاصوات الاردنيه المهمه،
انا اعتقد يعني لم ياخذ حقه بالفترات السابقه، بالرغم انه صوت يمتلك مميزات كبيره ومميزات يعني قويه. قدم اغنيه اثناء يعني بعد ما انتهت المسابقه وجلست مع لجنه التحكيم للتقييم، يعني كانت من اجود ومن اكفأ الكلمات والتوزيع واللحن، وكانت باجماع الجميع، وحتى برضا لانه يعني تستحق ان تفوز بالجائزه، ويستحق محمود سلطان ان يكون نجم مهرجان الاغنيه الاردني 2020. ما يميز ايضا انه قدمنا اربع مواهب من المواهب التي نجحت في برنامج موهبتي من بيتي اللي قدمته وزاره الثقافه بدايه الجائحه، اصوات جدا جميله واصوات نسائيه كنا نفتقر لها بالساحه الاردنيه. انا اعتقد انه هذه المواهب ستفرز يعني اصوات اردنيه قادمه ان شاء الله يكون لها شان بال 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 بالوسط الفني الاردني والعربي. طيب هلا بدنا نفوت موضوع ثاني استاذ ايمن سماوي. بتعرف المهرجانات اللي عم تكون على صعيد اللي انت سلمتها، وكمان وصولا الى جرش، وحتى كمان المهرجان الاغنيه الاردنيه. بتعرف يعني هدول مهرجانات ناجحه وعم بتكون على مستوى عالمي، ولكن سؤال بديهي، ليش الفنانين الاردنيين وخاصه النجوم ما لهم انتشار مثل بقية الفنانين ببقية الدول العربية؟ يعني كأنه في نقص بقضية الإعلان و بالضبط. شو المشكلة؟ يعني أنا أعتقد إدارة الأعمال قصة كثير مهمة. يعني أنا بدي أبسط الأشياء وليس للتشبيه، يعني أنت يعني أي سلعة بين أيديك، كيف ممكن تديرها؟ كيف ممكن تقدمها للآخر؟ كيف ممكن تعرضها؟ كيف ممكن يعني أنت تعمل لها البروموشن الصح؟ أنت بتحقق نجاحات. يعني إحنا عندنا أصوات أردنية مذهلة وأصوات رائعة. أردنية رائعة، وأصوات أثبتت موجودية عندما تتحدث عن نداء شرارة بذا فويس، بديانا، بكرزون، عرفات، يعني كل الاصوات الاردنيه اللي شاركت حققت نجاحات كبيره. احنا لا نمتلك تسويق النجم، لا يعني هاي عندنا مشكله. احنا لا يعني ما عندنا مشكله انه احنا لا نمتلك، ولا نمتلك اداره الاعمال القادر على تقديم يعني اداره الاعمال قصه مهمه والناس تجهل اهميتها. يعني لا، هي قصه مهمه، كيف يمكن لك ان تقدم النجم ومتى تقدمه، وفي بعض الاحيان قد تضحي في 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 مرحله معينه، لكن فيما بعد تستطيع ان تحقق مكتسبات كبيره لهذا الفنان. احنا اعتقد هاي مشكله كانت عندنا ولا زالت موجوده، انه احنا ما عندنا صناعه نجم ولا عندنا تسويق للنجم، بالرغم انه نمتلك يعني احنا يعني كل المقومات. اعطيك كل مثل، يعني المقومات احنا قدمنا بالمهرجان الاغنيه فرقه موسيقيه بعدد 38 عازف بقياده الدكتور هيثم سكري. انا يعني انت لو شفت يعني الموسيقى وتناغمها، ويعني الانسج يعني على مستوى عالي جدا من الرقي ومن الـ من الـ الاحترافيه. اذا احنا نمتلك، لكن بصراحه احنا لا نمتلك التسويق ولا نمتلك الاعمال القادره على تسويق الفنان الاردني وتقديمه الى الجمهور العربي والى الجمهور العالمي حتى بارقى وبأضحى صور. هلا قول بكل الاحوال بالنسبه للدراما الاردنيه عم تنتشر عربيا، صحيح الى مدي عم بتفوت، بس ولكن على صعيد نجوم ومغنيين ومطربين لا، لسه بحاجه يعني بحاجه لازم شوي يتحركوا صحيح. المحيطين بهالنجوم النجوم الاغنيه انه ينتشروا اكثر، لانه اصوات حرام توقف عند حد. أنا بكل الاحوال استاذ ايمن سماوي اخذت من وقتك، انا بالعكس جدا انا بتشرف، انا 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 بتشرف، بشكرك اولا حضرتك للاذاعه، ويعني بتمنى تكون معنا بقادم الايام ان شاء الله. ربنا اول شيء بينهي هالجائحه على خير، وبتعود الحياه لطبيعتها، وبتكون انت يعني ضيفنا بمهرجاناتنا القادمه، لانه بهمنا حدا مثل حضرتك يعني